لا بخصوص النازحين، بخصوص المتسولين، دولة رئيس الوزراء أصدروا أمر ديواني أن تكون اللجنة الرئيسية الخاصة بالمتسولين برئاسة معالي وزير الداخلية. الآن نحن في هيئة الحماية الاجتماعية جاهزين لأي قاعدة بيانات تزودنا من وزارة الداخلية. أغلب اجتماعاتنا ومشاوراتنا مع وزارة الداخلية نحتاج إضافة إلى قاعدة بيانات هنالك تأكيدات وهنالك يقدمون تعهد انهم لا يعودون الى ممارسه عمليه التسول يقدمون وقعون اغلب العوائل اللي يتم الكشفهم من قبل وزاره الداخليه او احصاء يرفضون امضاء هذا التعهد يخوش فلوس بي تسول؟ <applause> حقيقةً نعم هو خوش هذا ملف ملف اصبح مهنه اصبح يعني هو عمل اصبح مهنه ويمكن تكلمنا قبل قليل انه تحول حتى من الشارع الى تسول الكتروني ولا مخاطره وحتى القانون لم يعالج مساله التسول بحد ذاتها لذلك هاي مسألة التسول الإلكتروني هنالك الكثير من الصفحات يعني تمتهن من التسول م. أو بعض يعني حتى يصل بهم إلى إيجار بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يتم إيجاره من أهله ويعرض في وسائل التواصل الاجتماعي ويعرض في الصفحات الالكترونيه ويطلبون انه مساعده ماليه او شيء، سيوجد هناك بعض الحالات صحيحه،